السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس عبد الرحمن فرغلي في أول فيديو لينا إن شاء الله في قناتنا تربية الأغنام من الألف إلى الياء، وبالأخص أكثر حاجة هنركز عليها إن شاء الله مشروع تسمين الأغنام إن شاء الله. في البداية أحب أرحب بكل الأصدقاء الجدد إن شاء الله المشتركين في القناة، والفيديو ده إن شاء الله هيكون عبارة عن مقدمة عن مشروع التسمين، وهنتكلم في الأول بس فكرة بسيطة عن فكرة القناة إن شاء الله. أول حاجة فكرة القناة إن شاء الله معتمدة على هنحاول قدر المستطاع نغطي جوانب تربية الأغنام بالفيديوهات إن شاء الله، وهنحاول ندعمها بالصور من ميدان العمل من الأغنام نفسها، يعني الصور تكون من أغنام صور واقعية من مشاريعنا إحنا إن شاء الله أو من مزارعنا. اما بالنسبه لل لو في صور مش هتكون متاحه عندنا، مش كل حاجه هتكون متاحه، هنستعين شويه بالنت يعني ان شاء الله من اجل التوضيح، وان شاء الله يتم الرد على كل التعليقات، اي استفسارات اي توضيح، بس يا ريت تكون داخل نطاق الفيديو، لان المراحل كتير، مراحل التسمين او مراحل مشروع التسمين عموما كتير، فهنعملها لاكثر من فيديو، وكل فيديو ان شاء الله اتكلم عن موضوع معين. يا ريت الاسئله تكون في نطاق الفيديو عشان يبقى كل موضوع اللي حابب يتفرج على الفيديو وحابب يقرا التعليقات يعرف انها ضمن النقاش في موضوع الفيديو، وان شاء الله هيتم الرد على كل التعليقات باذن الله. بس طبعا في اوقات بكون مشغول شويه، الرد ان شاء الله مش هيتجاوز خلال 24 ساعه كحد اقصى ان شاء الله. اي اسئله مستعجله طبعا في بالتليفون دي بتبقى على طول، ده الاسرع، اللي عاوز يكتب التعليق يكتب التعليق ان شاء الله، عاوز على الخاص على الخاص ان شاء الله، برد على كل لاي حد يتصل عليا سواء على الخاص سواء على العام، بس ممكن لو مشغول بيتاخر شويه التعليق في خلال 24 ساعه كحد اقصى ان شاء الله. دي فكره القناه ان شاء الله. اما بالنسبه ان شاء الله هنتكلموا مقدمه عن مشروع التسمين. المقدمه عموما بدايه مشروع التسمين هنقدر نحددها في ثلاث اسئله، دي اسئله من خلال الاسئله اللي بتجيني كتير يعني على الخاص. النوع، ادخل انهي نوع، العدد ادخل كام، والوقت ادخل امتى. اول حاجه النوع ده راجع ليك انت اللي تحدده مش انا. ازاي يعني؟ انت بتشوف النوع اللي ماشي معاك في السوق او في المكان اللي انت هتسوق فيه. انا هسوق فيه المنطقة اللي هسوق فيها، أنهي نوع اللي ماشي فيها؟ طبعا هنا في مصر الأنواع يعتبر الأساسية اللي عندنا البرقي والرحماني، البرقي والرحماني والأسيمي دول الأساسيين، والبلدي. التلاتة عندنا البلدي والأسيمي والرحماني بيندرجوا تحت اسم الفلاحي، والبرقي لأن هو يعتبر صاحب أصغر ليا يعني. فانت بتشوف النوع اللي ماشي عندك في المنطقه اللي هتسوق فيها، سواء في منطقتك في المنطقه في البلد اللي جنبيك، السوق بتاعك اللي انت هتبيع فيه فين، ايه النوع اللي ماشي فيه. ماشي برقي يبقى هتشتري برقي، ماشي رحماني يبقى تشتري رحماني. عندنا مثلا هنا في اسكندريه وفي العمريه في مطروح الاساسي اللي ماشي البرقي، في البحيره وانت نازل مقبل بيبقى ماشي الفلاحي عموما، سواء رحماني سواء بلدي سواء أسيمي. في القاهرة أي نوع بيمشي فيها القاهرة، نوع حتى السوداني اللي بيقولوا عليه سواكني حتى هو ماشي فيها بيمشي فيها. فأنت بتشوف النوع اللي ماشي في سواك وتشتري منه. ما ينفعش أنت تكون في منطقة ما يعرفوش فيها البرقي ما بيقدروش سعره، وتروح تجيب من مطروح غنم برقي غالية وتربيها وتاخدها عندك في المكان اللي انت بتربي فيه وتيجي تبيعها تعرفش تبيعها او تبيعها بسعر البلدي، حرام عليك طبعا. البلدي عندنا هنا بيفرق في الايام العادية ممكن يفرق 8 جنيه على الاقل، وساعات بتوصل ل10 جنيه فرق الكيلو البلدي عن البرقي. في العيد بيتراوح 5 6 جنيه 7 جنيه لان كل حاجة بتكون غالية في العيد، بيبقى سعره مش بعيد قوي يعني، لكن في الايام العاديه ممكن يوصل ل 10 جنيه. حاليا البرقي جمله في قلب السوق يمشي في حدود 63 64،
باري في قلب سوق العمريه، البورصه الاساسيه عندنا في اسكندريه في سوق العمريه، ماشي حاليا 63 فرنج 63 64 اوزان خمسينات. الفلاحي ما عنديش خلفيه بسعره او بالظبط، بس تقريبا ماشي في حدود ال 55 دلوقتي، 55 من خلال الناس اللي بتكلمني على النت، يعني في حدود ال 55 55 من ال 63 حوالي 8 جنيه. طبعا ده سعر السوق، اللي بياخد خروف العقيقه ولا حاجه في مناسبه ممكن بيوصل 68 جنيه، اللي ما بيروحش يجيب من السوق. يعني في ناس بتبقى عندها فروشات في اماكن ثابته بيبقى في حدود 66 67، فبيبقى في فرق جامد بين البرقي وبين الفلاحي. فانت تاخد الخروف، زائد ان الخروف البرقي معروف اصغر خروف في حجمه النهائي يعتبر عند التسويق، تراوح متوسط 50، الرحمن ممكن يوصل 80 90 وبيوصل 100 كمان، فممكن يعوض نقص السعر بتاعه في معدل تحويله اعلى من البرقي طبعا، والحجم الوزن بتاعه بيعوض معاك في الوزن التقيل. فانت تروح تاخد خروف برقي تطلعه عندك متوسط 50 كيلو وتروح تبيعه بسعر البلدي 55، هتلاقي نفسك خسران في الخروف على الاقل 350 جنيه. طب هو قاعد فيه قد ايه الباقي مكسب؟ وده بيصب من المكسب، الفرق السعر ده رايح من المكسب. يعني اذا كنت اديلك 500 جنيه في الخروف 600 جنيه في اخر الدوره، رايح منهم 350 قاعد لك ايه؟ فده نوع الخروف بيعتمد عليك انت اللي بتختاره مش انا، على حسب التسويق بتاع المنطقه اللي انت هتسوق فيها، انهي نوع اللي ماشي عشان ما تبيعوش اقل من تمن. النقطه الثانيه العدد، عاوز ادخل عدد كام؟ طب ادخل عدد كام؟ واحد، في ناس كتير بتصل من بره مصر وبيبقوا عاوزين يجوا يستقروا في مصر خلاص، عاوز يرجع رجوع نهائي ومعاه فلوس ما شاء الله، فعاوز يدخل مشروع يقدر يدخل 100. انا ما بنصحوش يدخل 100 نهائي للاسف، لان هو ما عندوش خبره. الكلمه بيقول لي ما عنديش خبره خالص، فما فيش خبره ما ينفعش تبدا بطاقه انتاجيه عاليه وانت ما فيش خبره. تبدا بعدد تكتسب فيه الخبره 20 30 بالكثير، تدخلهم تسمنهم، تعرف الامراض بتاعتهم، تعرف ازاي تستقبلهم، تعرف ازاي تختار الخروف، تعرف ازاي تشتري. واهم نقطه طبعا، لان كل المشاريع يعتبر مشاريع، اي مشروع مش ثروه حيوانيه، اي مشروع في العالم معتمد بالدرجه الاولى على التسويق. تسويقك ناجح مشروعك ان شاء الله هينجح، تسويقك فاشل يبقى مهما تعمل مهما تطلع مفيش مكسب، مش هتعرف تبيع كويس. فانت التسويق بتاعك دي اهم نقطه في الاخر، عشان لما تيجي تبيع العدد القليل حتى لو احترت في بيعته، انت عارف طبعا التجار ما بيرحموش، تجار اي في تجار في اي سلعه مش ثروه حيوانيه، مش معنى تاجر ثروه حيوانيه بس، لا تاجر في اي شغل عاوز ياخد الحاجه ببلاش ويبيعها بفلوس، انت تبقى مربي وتعبان وطالع دم قلبك في تسمين الحاجه، بس التاجر عاوز ياخدها ببلاش عشان يكسب اكبر مكسب، فمش هيسمي عليك التاجر. انت ما عندكش تاجر تبيع له محترم وتثق فيه وبيشتري معاك بما يرضي الله تمام، لكن ما عندكش حد عارف انك مش هتعرف تبيع، فبيضغط على الوتر ده، ان عارف ان بضاعتك هتقعد، وكمان لو كنت في موسم زي موسم العيد، بمجرد ما يعدي العيد كل سنه وانت طيب، اقل حاجه شهرين عشان تعرف تبيع خروف، مجرد ما يعدي عيد الاضحى السوق بيبقى فيه ركود تام من ناحيه خرفان اللحمه، والخرفان عندك هتكون كبيره استوت خلاص وعاوزه تطلع، وانت مش هتعرف تطلعها على الاقل اذا عدى موسم العيد، هتضطر غصب عنك تبيع بالرخيص ويروح مكسبك. فالتسويق دي برضك اهم نقطه، تكتسب خبره في التسويق، انك تدخل عدد قليل تكتسب منه الخبره في كل حاجه في التربيه. انا معلش في خساره كتير بتيجي بسبب قله الخبره في التربيه، قله الخبره في ابره معينه، قله الخبره في استقبال الخروف، قله خبره في حاجات كتير، اللكمه اللي كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، سواء الاستقبال، سواء ازاي تختار الخروف بتاعك، سواء الادويه، الامراض، ودي اكبر باب طبعا الامراض هتكون، وازاي تتعامل معاها بالادويه. فكل ده هتكسب خبره، مهما اشرح لك برضك لابد يكون عندك خبره عمليه، مش هتكتسبها غير وانت شغال وانت عندك الغنم وبتربيها. النقطه الثالثه طبعا، السؤال الثالث، ادخل امتى؟ انت كمبتدئ مالكش غير دوره واحده في السنه كمبتدئ، ليه؟ مالكش الدوره، هي دوره العيد دي الدوره الاساسيه للخروف، دوره عيد الاضحى ممكن تبدا تدخلها من رجب،
يعني قبل عيد الاضحى باربع شهور خمس شهور ست شهور اذا كترت، ست شهور اذا كترت دخلها في اول رجل، خمس شهور كمتوسط اول رجل تدخل الغنم. وبتبقى ديدة بالنسبة للدورة طبعا هنتكلم ده كله هتكلم عن تفصيل الدورة سواء دورة بطيئة دورة سريعة، بس انا بتكلم عن دورة التسمين السريعة على طول، كلامي كله على دورة التسمين السريعة. في ناس بتاخد الدورة سنة كاملة، بس ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل قدام ان شاء الله، بس انا بتكلم على دورة التسمين السريعة على طول. خمس شهور، خمس شهور ده بما انك انت مبتدئ، ده الوقت بتاعك اللي تدخل يعني في اول رجب في اخر جماد اخر في الحدود دي كده في اول جماد اخر ما تزودش عن كده. ده بالنسبة لدورة التسمين السريعة طبعا. دخل الخروف بتاعك، هو الموسم بتاعك موسم العيد، العيد هو يعتبر السوق المفتوح بتاع الخروف. لكن في ناس طبعا كتير بتسمن طول السنة، بتودي غنمها فين؟ ده عنده سوق وعنده زباين وعنده مطاعم، عنده ناس كتير عارفاه عن فلان عنده غنم عقيقة مناسبة أي حاجة بياخده من عنده. بيتعامل مع مجازر، في مجازر بتبقى وإن كانت قليلة مجازر بتبقى حضانة، بس في برضه بتعامل مع، في ناس بتتعامل مع مطاعم، المطاعم في مطاعم مشاوي أساس الخروف عندها. فهذا كله ده شغال طول السنة، ممكن يدخل ثلاث دورات كل أربع شهور يطلع، ممكن يدخل دورتين في السنة على حسب حجم الخروف اللي بيبقى عاوزه. المطاعم كلها بتجي وزن خمسينات، قصدي العقيقة خمسينات خمسة وخمسين في المتوسط ده. ده من ناحية الوقت اللي هتدخل فيه. عندك زبون أو مبتدئ يبقى تدخل قبل العيد بخمس شهور. لا عندك زبون ده ناس طبعا انتم ما شاء الله فاهمه وفاهم شغله ورايح فين وجاي منين، بيشتغل طول السنة، طول السنة بيشتمل، ما عندوش أي مشكلة، ما عندوش مشكلة في الوقت. ودي ان شاء الله مقدمة بسيطة كده ان شاء الله عن بداية مشروع تسمين الأغنام. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن ازاي تختار بعد ما اخترت انت النوع، طبعا مش انا اللي هختاره لك، بعد ما اخترت النوع ازاي تنقي الخروف بتاعك، ازاي تختاره، مواصفات الخروف الكويس، وازاي هتستقبله، تعمله ايه اثناء الاستقبال، لان الاستقبال ده بيدمر مشاريع كتير. وده كل الكلام طبعا اللي بقوله لكم انا ده ان شاء الله عن تجارب الشخصية، تجارب عملية مش كلام على الورق. على فكرة انا تخصصي انا مهندس ميكانيكا باور، مش بعيد خالص عن مجال الثروة الحيوانية، بس دي هوايتي وده شغلي. انت لازم تحب شغلك، دي رقم واحد، لازم تحب شغلك قبل ما تبدأه. مش هتحبه نصيحة ابعد عنه، لانك لو محبتوش مش هتنفع فيه، انما لو حبيته ان شاء الله هتنجح فيه وان شاء الله تبدأ فيه كمان بإذن الله. ان شاء الله باذن الله نتكلم، قلنا الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلموا عن ازاي تختار بعد ما حددت النوع، ازاي نختار الخروف، مواصفات الخروف التسمين، واستقباله هنعمل ايه عند استقبال الخروف، لان قلنا الاستقبال ده بيضيع ناس كتير بسبب اللكمه. اللكمه بتموت غنم ملاش علاج، ساعتين والخروف يكون ميت، يعني مجرد ما يشرب الميه. ان شاء الله نتكلم عن كله بالتفصيل باذن الله، انتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.